مفارقة، لأنه يعني حتى مفيش مقارنة، وهعمل مفارقة تانية ما بين الأرملة وما بيننا إحنا المؤمنين. بالنسبة لقاضي الظلم والآب، أول حاجة ده قاضي، لكن أبونا السماوي مش بس عادل لكنه أب. مكتوب كده: الذي لم يشفق على ابنه بل قد بذله. تخيل القاضي لما يكون المتهم أو الشخص اللي بيطلب مساعدته هو ابنه. ففي فرق بين أن الله مجرد قاضي، هو الله عادل طبعا لكنه في نفس الوقت أب. الحاجة التانية الكرسي، كرسي القاضي محكمة، لكن كرسي أبونا السماوي اللي بنروح نصلي لأجله مفارقات دي مش محكمة، لكنه اسمه عرش النعمة. نتقدم بثقة عبرانيين 4 إلى عرش النعمة ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حين. الحاجة المفارقة الواضحة جدا التالتة ما بين قاضي الظلم والآب، إن قاضي الظلم ظالم. تخيل قاضي الظلم مكتوب كده زي جامعة 3:16: حيث موضع العدل هناك الجور، هناك الظلم. أما أبونا السماوي فهو البار. صلى المسيح لله الآب في يوحنا 17، قال له: أيها الآب البار، حاشا أن يكون الله ظالم. الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب محبتكم، وكريم أيضا. لكن وجه المفارقة الرابع، سبب استجابة قاضي الظلم لألا تقمعني، يعني منزعج. أما سبب استجابة ربنا، لأنه مكتوب صلاة المستقيمين مرضاته. وجه المفارقة الخامس، رغبته في الاستجابة. قاضي الظلم مش عايز، لا يشاء، هو كده راجل شعته. أما الله أبونا فعنده رغبة في الاستجابة. مكتوب: إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا، وإن كنا إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا، نعلم إن لنا الطلبات المطلوبة منه. زمن الاستجابة وفي المفارقة أيضا، في المثل: وهو لا يشاء وظل إلى زمان، قال المسيح، يعني أخسبها سنة سنتين ثلاثة. أما زمن الاستجابة بالنسبة للآب عمره ما يطول، يقول لك: ينصفهم سريعا. يعني ربنا ليه أوقات في الاستجابة، بس على قلب الله عايز يستجيب دلوقتي، يعني فاهم إزاي؟ ينصفهم سريعا، يعني حتى لو اتأخر يبقى قلب ربنا مولع نار عايز يساعدك. مفارقة السابعة والأخيرة اللي هكتفي بيها، كلمات القاضي ظالم قاسية: أنا لا أهاب الله، لا أخاف الله ولا أهاب إنسان. أما كلمات الرب فكلها تشجيع، زي مثلا ما استجاب لحزقية وقال له: قد رأيت، قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، ها أنا أشفيك. بينما هم يدعون أنا أستجيب، أشعياء 65:24. يبقى شفنا مفارقة، إن القاضي ظالم وسبب الاستجابة بتاعته إنه منزعج وعايز يتأخر، أبونا السماوي طيب وحنين وأب مش مجرد قاضي وعايز يستجيب بسرعة، فرق كبير، وده يشجعنا نصلي. أكتر حاجة بنوعظ عنها ولا نمارسها هي الصلاة، وأكتر الأشياء التي حضنا المسيح عليها هي الصلاة. يا أحبائي، لو عرفنا، صدقوني لو عرفنا عظمة وإمكانيات الصلاة والسلطان المعطى لنا في الصلاة، ما كنا عملنا حاجة غير انطبق على كل واحد مننا الكلام اللي في مزمور 109: أما أنا فصلاة. دي مقارنة، مفارقة ما بين القاضي والآب. لكن هعمل مفارقة ما بين المرأة والمؤمنين. المرأة امرأة مش معروفة، أما المؤمنين فمختارين. يقول: أفلا ينصف الله مختاريه، معروفين لديه. طبعا ده يشجعنا أكتر على الصلاة. مفارقة ما بين المرأة والمؤمنين، إن المرأة وحيدة أرملة، أما المؤمنين مختارين، إحنا مع بعض نصلي بعضنا لأجل بعض. حاجة الثالثة، المرأة خصمها بشري، وأنا وإنت خصمنا روحي، محاربتنا ليست مع لحم ودم. مفارقة الرابعة، المرأة مش معروف، يعني هي حقها أن ينصفها ولا لا، أما نحن مكتوب كده أنه لينا الحق أن يستجيب لنا الله. عارف ليه؟ لأننا نصلي في اسم يسوع. هي جاية بدون ثقة، أما نحن فنتقدم بثقة إلى عرش النعمة. هي بلا شفيع، ملهاش شفيع، هي بتروح بنفسها. لكن أنا وإنت لما نصلي لنا شفيع عند الآب. مين ده؟ يسوع المسيح البار. ليس
وهو كفارة ليس لخطايانا فقط بل لخطايا العالم، العالم أكبر. ثم بلا معين، ما عندهاش حد يعينها، احنا لينا معين. كل ده انا بقول الكلام ده عشان يشجعنا للصلاة، يعني هي ملهاش شفيع، احنا في شفيع رافع ايدي ظاهر امام الله لأجلنا. هي ملهاش معين، احنا عندنا الروح القدس، الروح القدس يعين ضعفاتنا، اذ لسنا نعلم ما نصلي لأجله. يبقى بصراحة يعني عدم صلاتنا ده شر، زي ما قال صموئيل النبي كيف أخطئ إلى الله فأكف عن الصلاة. كمان هي بلا نائب، أما نحن فلنا نائب عظيم رئيس الكهنة الرب يسوع. دي عملت مفارقات بين الآب والقاضي ومفارقات بين المرأة وبين المؤمنين، لكن أتكلم على مقارنات في ثلاث نقاط بسرعة. أول مقارنة اللي لازم نكون زي المرأة فيها الإصرار، ما حصلهاش جيفاب، يعني جلدة، يعني مصرة يبعتها كده تروح راجعة تاني. ليه احنا ما بنصرش على الصلاة؟ في واحد اسمه العازر ابن دودو ابن أخوكي ما كانش حصل له جفاب في المعركة، كان من أبطال داود، قعد يحارب كل الناس هربوا، هو استمر حتى السيف لصق في ايديه. إصرار. الله لم يعطينا روح الفشل بل روح المحبة والنصر. حاجة تانية في المقارنة اللجاجة. اللجاجة ليست تكرير الكلام باطل، ولكن اللجاجة معناها أن أنا أستمر أصلي حتى ما يرد علي. سنة، سنتين، 10 سنين، 20 سنة، 50 سنة، ده معنى اللجاجة. إصرار ولجاجة. مثلا كانت الكنيسة تصير منها صلاة بلجاجة لأجل بطرس، لغاية ما طلع في أعمال 12 وعدد 5 في روميا 1 أذكركم بلا انقطاع، تيموثاوس الثانية 1 أذكرك بلا انقطاع في طلبات. لجاجة على طول على طول على طول. يا رب يا رب يسوع المسيح يا أبونا السماوي سامحني على عدم لجاجتي، كان يمكن أن أكون بركة للمؤمنين والمؤمنات ولبيتي ولنفسي لو اهتميت بهذه اللجاجة. سامحني يا رب. مصرة ثم عندها لجاجة ثم منتصرة، أنصفها من خصمها. ومين الخصم في القصة؟ إبليس. محاربتنا في سلاح الله الكامل القطعة السابعة هي الصلاة، كل هزيمة في حياتنا الروحية بسبب عدم الصلاة. ثم التحذيرات، يحذر المسيح تحذيرين، بيقول لك متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ بيقول حاجتين، الرب جاي بسرعة يبقى لازم نصلي أكتر، لما أن هذه كلها تنحل. أي ناس يجب أن تكونوا أنتم طالبين ومنتظرين سرعة مجيئه، نعيش بالصلاة والتقوى. حاجة تانية، في نهاية الأيام الإيمان هيضعف. طب وهتقول لي إيه العلاقة بين الصلاة والإيمان؟ الإيمان هو أول صفة من صفات الصلاة المستجابة. إن طلبتم شيئا حسب مشيئته يسمع لنا، لكن مش كده بس، صلاة الإيمان مثلا تشفي المريض، كل ما تطلبونه مؤمنين تنالونه في إنجيل مرقس. كل اللي أنا عايزه منك ومن نفسي بإخلاص وأديك حاسس فيا، قل له يا رب سامحني على المرات اللي ما صليتش فيها، سامحني على كل مرة بطلت أصلي وحصل لي جيف أب، واديني نعمة علشان أقضي باقي عمري رجل صلاة، امرأة صلاة، أصلي لأجل الآخرين، لأجل بيتي، لأجل أمتي، لأجل اللي حواليا، لأجل القديسين، لأجل عمل الله. ينطبق علي وعليك وعليك. أما أنا فصلاة. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة. رفعت صلاتي وقلبي يهتف بالدعاء، أمامك أسكب ذات